حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء محمد الصادق مساعد وزير الداخلية المصري والخبير الاستراتيجي في الإرهاب. بداية أهلا بك. أهلا بحضرتك خان. نعم، كيف تراقب تسليط قادات وإرهابيين من جماعة الإخوان في المنصات الإعلامية لمواجهة جمهورية مصر العربية؟ وبدأت أنا عايز أقول في البداية أن كل الجامعات الموجودة على الساحة دي بمختلف مسمياتها وأفكارها خرجت من عباء الجامعات الإخوان المسلمين اللي تأسست في مصر 28 على يد المستعمر الإنجليزي، ومنذ ذلك التاريخ وهي تمارس عمليات العنف والاغتيال والقتل والتخريب لصالح قوة أجنبية تستعين بها وتستقوي بها الاستيلاء على السلطة وتصبح بعد كده مطية في إيد هذه القوة الاستعمارية. هذه هي جماعة الإخوان المسلمين. المرتزقة اللي وصلوا ليبيا دول والشرازم اللي تم نقلهم إلى أرض ليبيا من شباب إما مغرر به ومغيب عقوله تماما، أو مرتزقة بيقبضوا بالدولارات أطفال وشباب لا أهل لهم ولا دار ولا دين، أو خونة ومجموعة من الخونة اللي بيبحثوا عن السلطة عشان برضو يركبوا السلطة وينهبوا مزيد من ثروات هذه المنطقة. أردوغان وحكومته ونظام أردوغان هو إلا عسكري شطرنج في تصوري. نعم. ده عسكري شطرنج بيحركوه زي ما هم عايز زي هم عايزين. اللي بيستهدفوا المنطقة بيحركوها لتنفيذ هذا المخطط. ولولا الدعم المادي والمعلوماتي والعسكري والإعلامي اللي بتتلقاه هذه القوى من المرتزقة والخونة وأمثالهم والدعم ده جاي منين؟ هي قوى إقليمية وللأسف على رأسها قطر وتركيا وإيران أو من قوى أجنبية عالمية سواء في أوروبا أو في أمريكا. ما كانتش جماعات دي إطلاقا هتستمر. هذه الجماعات زي ما حضرتك قلت احنا واجهناها، مصر واجهتها، احنا الشرطة المصرية واجهتها لوحدها في التسعينات وقضت عليها تماما وانتقلوا لأفغانستان وعادوا من أفغانستان دولهم، ولكن فشلت مخططاتهم جميعا. ليه؟ لأن هذا الدعم ما كانش موجود بالشكل الفظيع والرهيب ده. الدعم بلا حدود ماليا ومعلوماتيا وإعلاميا كل ده موجود. فهذا اللي مدي هذه الجماعات والشرازم الاستمرارية. وما يحدث على أرض الشقيقة ليبيا جزء من هذا المخطط، بيستهدف ليبيا ويستهدف مصر ويستهدف المغرب العربي ومش بس كده والدول الأفريقية. هناك أيضا أراد تقول بأن أردوغان يستعمل المرتزقة السوريين في ليبيا كورقة ضغط لتحقيق سياساته في أوروبا، كيف تعلق على ذلك؟ لا، ثاني سؤال يا فندم. هناك آراء متداولة وتحليلات تقول بأن أردوغان يستعمل المرتزقة السوريين في ليبيا كورقة ضغط لتحقيق سياساته في أوروبا. بالضبط كده. ما هي هي ما قلت حضرتك، هو التحرك كله والمخطط كله بيستهدف الاستيلاء على الثروات وعلى مخدرات هذه الشعوب وهذه الدول. طيب أردوغان عسكري شطرنج هم بيحركوه، هو عايز يلعب لعبة. ومن أول ما بدأ يحتوي هذه الجماعات، من أول بقى داعش والقاعدة والشرازم اللي اشتغل بيهم في سوريا والعراق وبعدين نقلهم بعد كده ليبيا ويقال أنه نقل جزء منهم اليمن، كل دول عشان إيه؟ هو بيضغط على أوروبا بيخوفهم إيه؟ لو شلت الحدود هدخلوكوا كل دول كلاجئين سياسيين وكمهاجرين غير شرعيين يعني. وطبعا اوروبا مرعوبه من الكلام ده لان اغلب دول اوروبا اصبح الهجره غير الشرعيه فيها بتهددها. ليه؟ لان نسبتهم زادت جدا واصبح تواجدهم في هذه الدول يشكل خطوره وبيقسموهم ثرواتهم وبداوا يعتدوا عليهم وبداوا يفرضوا عليهم يعني ايديولوجيتهم. فاوروبا مرعوبه من الكلام طبعا، مش عايزه كلام. واقول لهم المانيا، ولازم تلاقي المانيا ماسكه العصا بالنص مهما كان، مش ضغطه زي فرنسا على 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 تركيا. ليه؟ لان هم عندها اكبر جاليه من هؤلاء في المانيا. فهو بيخوفهم بكده النهارده، مش بس بقى بيخوفهم باللي تحت ايده
من الشرازم والمرتزقة من سوريا والعراق والمناطق دي، لا ده هو بيقول لهم كمان ده هو لو 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 استولى على ليبيا وهم ما ساعدوهوش هيدخلوهم بقى المهاجرين غير الشرعيين من افريقيا من شمال افريقيا بالكامل. برايك يعني كيف سيكون الموقف الاوروبي من هذا؟ نعم، كيف سيكون الموقف الاوروبي من هذا؟ الموقف الاوروبي يا فندم منقسم. انا في تصوري ان هم هي لعبه مصالح. نعم، لعبه مصالح والطمع الاول والاخير ثروات ليبيا ثم مصر ودول شمال افريقيا. المصالح دي بتستهدف حاجتين، احتياط البترول اللي موجود على ارض ليبيا الشقيقه والغاز اللي موجود في شرق المتوسط في 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 المياه اللي ليبيا اللي هو عمل مع السراج الخائن، انا بعتبر هذا السراج خائن اخواني خائن لبلده ولعشيرته والاهله والوطنه، والتاريخ هيفضحه وهيذهب الى مزبله التاريخ لما يروح يعمل اتفاقيه مع اردوغان عشان يمكنه من ثروات ليبيا ومن المياه الاقليميه والدوليه لليبيا ويعمل له هنا يعني يعمل له سبورت. وللاسف كتير من المجتمع الدولي بيعتبر ان سراج حتى الان في العقوبه الشرعيه لليبيا، وده مخالف تماما للواقع اللي موجود. ولولا دعم هؤلاء لكان المشير حفتر وقواته خلصوا على طرابلس خلال شهر، ده كانت الامور انتهت كلها. لما هم طبعا عشان يقسموا الثروات دي كلها اوروبا بتنقسم بقى، ايطاليا ليها مصلحه وعايزه تاخد نصيب. نعم، فرنسا خايفه من الهجره غير الشرعيه وخايفه من امتداد النفوذ التركي في المتوسط، فعشان كده واقفه صريح واقفه صريحه. المانيا ماسكه العصا من النص. اليونان طبعا يعني معانا ومع ليبيا ومع مصر هي وقبرص، يعني في تاريخ بينهم من نزاع بينهم وبين ليبيا منه وبين تركيا، وواضح ان تركيا يعني طمعانه في ثروات هذه الدول وفي الغاز الموجود في المتوسط اللي موجود في المناطق دي. فهي اوروبا منقسمه يعني يعني فيه اللي موقفه صريح زي فرنسا لان عارف ان ده بيهدد مصالحها مباشره، فيه اللي مسك العصا من نص الفتره زي ايطاليا، ولو ان موقفها النهارده بدا ايطاليا يتعدل لان هم بداوا يخافوا من امتداد نفوذ أردوغان في المنطقة. نعم، إنما هو في الآخر وفعله. نعم، وصلت الفكرة سيادة لواء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القاهرة.